حمد لله على السلامة يا أخويا. حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. نورت بيتك. ده مش بيتي يا وحيد. لا بيتك. بعدين يا جماعة بقى مفيش داعي للكلام ده. بقولك إيه كمان، خش يا ابني ارتاح شوية، أكون أنا عملت لك شرب عشان ترم عظمك. بعدين يا حاجة سعاد مش كنت تقولينا إن كمان خارج النهاردة عشان على الأقل كنا بعتنا العربية. كتر خيرك يا أختي، وحيد عامل الواجب وزيادة، جاب لنا التاكس. طب يلا يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا وحيد. على مهلك. على الله تكون فهمت ان ربنا مش هينصرك عليا. انا هضم ورا امي للقضية، هقول انك انت حاولت تقتلني عشان ليا حق عندك. حق ايه يا ابو حق؟ ما انت خدت كل حقوقك يا ابني وانت ماضي على كده. انت كنت بتمضيني على اضعاف اللي خدته منك، ورغم كده حق امي اضعاف اضعاف اللي مضيتني عليه. طول عمري عارف انك خسيس وقليل الاصل، وانه بسببك انت اللي هتدخلني المحكمة وتتهمني كمان بان انا حاول اقتلك. ده انا؟ ده انا اللي صبرت عليك كتير قوي. كنت اقعد اقول لنفسي يمكن قلبه يرق، يمكن يخاف ربنا، لكن مفيش فايدة. سبحان الله، انت يا زفت اللي هتعلمني امتى اخاف ربنا او مخافش منه؟ جاتك مصيبة عليك وعلى اللي ربتك. خلاص يا كمال، انت تعبان، وبعدين انت كده قلت اللي عندك. يلا يلا. جاتك مصيبة فيك وبالعبيط اللي معاك. ماله جاي نافش ريشه علينا ليه كده؟ انت السبب في اللي احنا فيه ده. ما انت جبت واحد خايب ما عارفش يضربه ولا يعمل حاجه. لو كنت نقيت واد ابن حلال ايده تصيب كنا خلصنا. خلاص يا حاج خلاص، احنا فيها. فيها ازاي بقى؟ قال فيها دول متهمنا دلوقتي بمحاوله قتله، ما ينفعش يا ابني. طب والحل يعني؟ الحل يا حاج؟ ملهاش غير حل واحد، تبقى مقاوله. قاوله شوفوا هو ياخد كام وياخد امه ويغور من خليتنا. اجل كده.